استمرارا لتنفيذ مهامها الدفاعية في تأمين وحماية مشارف الاقتراب البحري ومصالحنا البحرية وسيادتنا الوطنية. عليها تمكنت عناصر من قيادة القوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية للناحية العسكرية الثانية من إحباط محاولة إغراق البلاد بكمية من الكوكايين كانت محملة على متن السفينة التجارية فيغا ميركوري الحاملة للراية الليبيرية والقادمة من دولة لاتينية مرورا بميناء فالنسيا بإسبانيا لتصل إلى مياهنا الإقليمية باتجاه ميناء وهران، محملة بحمولة قانونية متكونة من لحوم متجمدة. فور تلقي معلومات بتواجد كمية كبيرة من الكوكايين مخبأة بحاوية على متن السفينة تم توجيه أعوان حرس السواحل لقيادة القوات البحرية مدعمة بوحدات عائمة لتأمين مسرح العملية. في هذا السياق وبعد التأكد من وجود الحاوية تم مباشرة إعطاء التوجيهات بإدخال السفينة إلى ميناء وهران تحت حراسة أمنية مشددة وإجراءات دقيقة، أين تبين بعد تفتيش الحاوية عبر جهاز سكانر وجود علامات مشبوهة ليتم إفراغ الحاوية وتفتيشها بالتدقيق واكتشاف والعثور على 701 كيلوغرام من مادة الكوكايين. عملية التفتيش الدقيق لجميع الحاويات جارية مع تأمين محيط السفينة.